كذلك في شهر الصيام مدرسة من أعظم المدارس، ففي الصيام أمران عظيمان ما اجتمعا في قلب عبد إلا كان من أهل الجنة. الأمر الأول الذي هو أساس الدين الإخلاص، والأمر الثاني الذي هو الطريق الوحيد لبلوغ الدرجات العلى في جنة الله وهو الصبر. فتميزت هذه العبادة بهذين السرين العظيمين، أولهما الإخلاص. فالصيام يقود قلب الإنسان إلى أن يريد وجه الله وحده سبحانه وتعالى. أسعد الناس في هذه الدنيا من ملأ قلبه بالله، وأسعد الناس في هذه الدنيا من امتلأ قلبه تعظيما لله ومراقبة لله. أسعد الناس في هذه الدنيا من أصبح وأمسى قوله لله وعمله لله. الإخلاص الذي من أجله أنزل الله كتبه وأرسل رسله، الإخلاص إرادة وجه الله سبحانه وتعالى. كل لحظة وكل ثانية في شهر الصوم تأخذ بمجامع قلب المؤمن إلى الإخلاص. وأشار الله تعالى إلى هذا المعنى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فالعبد المؤمن الصالح يستشعر في شهر رمضان أثناء صيامه أن الله يريد منه أن يكون عبدا له سبحانه وليس عبدا لأحد غيره. فإن الإسلام هو الاستسلام لله وحده، والانقياد له بالطاعة، والخلوص له من الشرك والوثنية. أخرج الله العباد من عبادة غيره إلى عبادته وحده لا شريك له، وذلك بالإنابة والإخلاص وإفراده سبحانه بالعبودية. هذا الأساس العظيم وهو الإخلاص يجعل كل إنسان يريد أن يصوم أن يسأل نفسه في معاملاته، في أقواله مع الناس، أن ينظر إلى خصاله التي تصدر منه في الأقوال والأفعال، هل يريد بها وجه الله أو يريد بها ما عند الناس؟ هل يريد بها المدح؟ هل يريد بها الثناء؟ هل يريد بها السمعة؟ يجعل المؤمن الصوم يجعل المؤمن يحاسب نفسه على كل كلمة يقولها. ولذلك كان السلف الصالح إذا أراد أحدهم أن يتكلم نظر إلى قلبه، ما الذي فيه؟ هل يريد الناس أو يريد رب الجنة والناس؟ ألا وإن لله يوما هو آخر الأيام وأعظم الأيام قبل دخول الجنة دار السلام. ألا وإن لله يوما لا ينفع العبد فيه إلا إرادة وجهه، وهو يوم الصادقين. جعلنا الله وإياكم منهم بمنه وكرمه ورحمته وهو أرحم الراحمين. حري بالمؤمن إذا صام أن يهذب نفسه على الإخلاص، وأن يتعود إذا تكلم أن يريد وجه الله، وإذا عمل أن يعمل لله عز وجل، كما قال الحسن البصري رحمه الله: لا يزال الرجل بخير إذا قال قال لله، وإذا عمل عمل لله. كفى المرء نفاقا، كفاه نفاقا، كفاه رياء، كفاه تزلفا، كفاه خداعا، كفاه غشا، حينما يكذب وحينما يجعل الأمور على غير ما يرضي الله جل جلاله. كفاه ظلما لنفسه حينما يطلع الله على قرارة قلبه أنه غشاش أو كذاب أو منافق أو أن باطنه أظلم من ظاهره. فشر الناس من كانت سريرته شرا من علانيته، وخير الناس من كانت سريرته خيرا من علانيته وكانت علانيته خيرا. يعود الإنسان نفسه على أن تكون سريرته أفضل من علانيته. ولذلك الصوم حينما يصوم الإنسان ويمسك عن الطعام والشراب في عيون الناس، وهو قادر أن يدخل إلى بيته، قادر أن يدخل إلى غرفته ويأكل ما يشاء ولا يطلع أحد على ذلك، يستطيع أن يتوارى عن أعين الناس، ويستطيع أن يأكل كل ما يريد وأن يشرب كل ما يريد ولا يشعر به أحد، ولكنه يصوم 30 أو 29 يوما يهذب على الإخلاص، يهذب على السر العظيم وهو المراقبة. ما الذي منع أن يختلي بنفسه
وأن يأكل ويشرب ويمتع جسده، الخوف من الله، المراقبة لله. هذه الأيام كلها مدرسة لهذا الأصل العظيم.